مشكلة دي. ده اللي احنا لا فيه. خلاف، لا ترى البرد خلاف. السلام عليكم، أمسية سعيدة. أتمنى للجميع في هذا البث المباشر عبر قناتي لندردش مع الجمهور الرياضي الكريم وقايطر على الخصوص والمغربي لمعرفة خبايا كرة القدم، وخصوصا الفريق الأسطوري، فريق النادي الرياضي القنيطري الذي يحتضر منذ عدة سنوات بطبيعة الحال لا حديث أوساط كرة القدم بهذه المدينة العاشقة لكرة القدم والمتيمة لكرة القدم إلا فريق النادي القنيطري الذي فقد فريقه منذ تقريبا واحد 7 أو 8 سنوات، هو الآن الأمرين وينجو بين الفئة الأخرى بصعوبة كبيرة من نزول لأقصى 100 الهواة، وذلك ما لا يتمنى أي أحد
ليس فقط القنيطريين ولكن كل المغاربه بحكم المكان الكبير لهذا الفريق المرجعي داخل أوساط كرة القدم. من النزاهة الرياضية ومن باب الاعتراف بكل الكفاءات فتحت المجال منذ عدة أيام للرئيس الحالي للفريق سيد نور الدين الحلوي ابن القنيطرة المقيم بمراكش، وأجاب حسب قناعته وحسب توجهاته، أجاب على مجموعة من التساؤلات خصوصا عاد الفريق الحالي والمكتب الحالي يتعرض لمجموعة من الانتقادات الحادة من طرف الجماهير القنيطرية العاشقة لكرة القدم، جمهور القنيطرية الشغوف كرة القدم هو قوة ضاربة عبر التاريخ لهذا الفريق الكبير. بطبيعة الحال لكل رئيس فريق استراتيجية ولكل شخص يأتي له مسؤولية في مجال كرة القدم له خريطة طريق خاصة، فالأشخاص يمرون والتاريخ يتذكر ماذا قدموه وماذا تركوه في هذا المجال. اليوم أستضيف كان من المفروض تكون بدأت استضافة إنما لظروف قاهرة جدا انتظر وصول والتحاق ضيف الكريم بهذا الدردشة المباشرة، اسم معروف الصحة الرياضية ينطبق عليه اسم ابن الوزي عوام، رجل حب النادي القنيطري حتى النخاء، رجل كبر داخل أسرة القنيطرية، رجل نهل من والده الكثير، رجل حل عينه في وسط فريق مرجعي وكبير كرة القدم، علمته السنوات أنه يأخذ دروس أخرى، خدم مشعل من والده خدم واحد 5 أو 6 سنوات صعد بالفريق من جديد. غادي نرجع بالتفصيل هذه المعطيات لما وجد واحد يمكن نقول واحد يعني مجموعة من المشاكل التي حاصرته من كل مكان الذي عجل برحيله مكرها تاركا علامة مغادرته وتركت علامة استفهام كبيرة أوسط كرة القدم، خصوصا الرؤساء الذين تعاقبوا بعده لم يتمكنوا من ملء الفراغ وذهب بالفريق حسب توجهات وتطلعات الجماهير القنيطرية. الخير التقدير يظهر كثير من الناس يعرفوا من يكون هذا الشخص الأمر يتعلق بحكيم دومو الرئيس رقم 17 في تاريخ النادي القنيطري اللي جا الفريق من الفترة ديال 2016 حتى 2011، وابن الرجل المرجعي في كرة القدم المغربية القنيطرية المرحوم الحاج محمد دومو اللي خدميش عن النادي القنيطري من 1975 حتى سنة 99 2000 20 سنة بالتمام والكمال، كان كاتب عام مع الحاج عبد الرحمن الكنسي في بداية السبعينيات قرن الفريق القسم الوطني الأول موسم 75، وجد أمامه رجل أفكار جديدة، رجل كاريزما، خداك بشجاعة 75 الحاج محمد دومو ومشابهة الأهالي وحلق بها عاليا وحقق بها واحد المجموعة القاد وطرح الجيل الذهبي كتذكر ذاكرة كرة القدم المغربية حتى الآن. بطبيعة الحال الحاج محمد دومو خصوصا في السنوات الأخيرة الله يرحمه أنا من مضاعفات صحية كبيرة، وبرغم من المشاكل الصحية وهو على كرسي متحرك بقى قلبه ينبض النادي القنيطري، بقى في مرات كثيرة وهذا كعرفوا جمهور القنيطري العاشق كرة قدم ماشي انتهازيين اللي حاطوا بالمكاتب المسيرة الأخيرة ونفعوا من النادي القنيطري واغتنوا من النادي القنيطري، هذه الحقيقة للتاريخ. هو يحتضر وهو في رش المرض كان يحب النادي القنيطري لأنه بالفعل عشق النادي القنيطري، باش تلقى فريق قرن زاد 25 سنة ماشي سهلة، ما كرميتش الأرض، أنا كنعطي الأشياء كما عشتها مع النادي القنيطري وكما كنعرفها، كما كنعرفوا القنيطريين اللي تابعوا كرة القدم القنيطرية منذ ما يزيد على 40 سنة أو أكثر. قلت لنا مشى ياسين محمد دومو يمكن نقول عطى المسؤولية، عطى المشعل لابنه حكيم دومو اللي كان أقام لسنوات كثيرة في إنجلترا، يمكن ثبت رجل تخوفات على اعتبار انه برغم انه ابن رئيس مرجعي يمكن ثبت تخوفات على اعتبار ان تسيير فريق في قيمتنا القطري ماشي سهل، وما نعطيش اي واحد ماشي بامكان اي واحد يسيرنا القطري، انما بقى واحد مجموعه من المؤازرات ومن التشجيعات حاكم دومو طرف الفاعلين والمحبين والعاشقين والمتيمين لفريقنا القطري شجعوا باش يدخل المسار، وبالفعل تمكن من اعاده الفريق للاضواء أكثر اللي صنع واحد جيل اللاعبين متألقين كثير منهم أرقام محترمة جدا
منذ تقريبا 10 سنوات او اكثر، انما تم تشاكيل في المحيط الفريق الصغير والكبير، جعلت واحد مجموعه من الحملات تطال الرجل حتى انه درك دموع البكاء بحرقه، ما بقاش خرج من النافذه ابدا، حكيم دخل من الباب الكبير وحتى هو يبعد يعني بطريقه باخرى من قطري خرج من الباب الكبير. اليوم على ستيفان كير تطرح في اوساط كره قدم قنيطريه، هل يعود يوما حكيم دمو؟ لا نتفق، لكل انسان مزاياه واخطاءه، حكيم الاخر عنده اخطاء، ارتكب اخطاء يمكن نقط ضعفه الكبيره، ومن اخطائه الكبيره انه طيبته تخلق له مشاكل كبيره، شفافيته تخلق له مشاكل كثيره، صراحته تخلق له مشاكل كثيره. هذا ما كيفاش بان الرجل عنده جانب ايجابي هو الكره القدم، بغى اللي بغى وكره اللي كره، هو ابن كره القدم والكره القدم، ودلناه الان عضو جامعي ورئيس مصلحه الغرب، ويمكن يمشي مسؤوليات كبيره ولا ما تجلس الرجل. حنا عشناه منذ الصيبه، كنعطيوك واحد اللي يستحق. حكيم ان غران كونيسير ديال الكره، كيفهم في كره القدم مستوى عالي جدا، رجل شاف مدارس في الخارج، شاف مسيرات كبيره، يناقش باريحيه بكيف امور كثيره، وكره القدم المغربيه الان حاجه الكاريزما والمسيرين هذا الكاريزما هذا المستوى باش يمكن تمشي في المسار المرتقب. بطبيعه الحال يمكن هناك مشكل صوت حسب بعض على أي المئات من التغريدات والالاف من التغريدات جاتني على امتداد اربعه ديال الايام، الجمهور القطري يرتقب وينتظر بطبيعه الحال جديد من القطري، وخصوصا ما يتعلق الامر كما قلت برجل مرجعي حكيم دومو الرئيس رقم 17 في النادي القطري في الوقت اللي كان والده المرحوم الحاج محمد دومو رئيس رقم 17 واللي تشبعت بشكل كبير مع الحاج عبد الرحمن الكنسي باش يبقى اب وابنه. 31 سنه في فريق، يمكن قضوا الوقت في الفريق اكثر ما قضوا مع اسرتهم اسرهم واقاربهم. هذا غادي يعطينا واحد المتعه في هذا اللقاء الاعلامي مع رجل عنده معرفه واسعه بمجال كره القدم. كنتظرك اعتقد ان حكيم دومو مع الخط. سي حكيم مساء الخير. مساء الخير سي عبد الحق، نهار كبير هذا، ومساء الخير على المستمعين الكرام اللي معنا اليوم، ونتمنى التوفيق للجميع. يسرني جدا استضافتك في هذه الأمسية الرياضية. أنت كنت طلب، أنت مطلوب، أنت طلب بالشارع الرياضي القنيطري، رجعني نقوم بالدردشة معك. لا حديث في القنيطرة إلا عن الوضع المزري لفرق النادي القنيطري. ماشي هذا الموسم الكاك كتجتر واحد الأزمة، ممكن نقول هذه 37 سنوات تنجب أعجوبة من النزول. فريق في مدينه مليونيه، الملعب الان تيكبر، جمهور كبير وعاشق ورائع في مجال كره القدم، كيصنع العجب في مدرجات، ولكن المدينه كتكبر والفريق كيصغر. الفريق كيصغر، نقولها بكل صدق، نقولها بحرقه، الكاك ما بقاش في الفريق الكبير اللي كيخلع واللي كضرب بألف حساب. نبداو من الوسط، اين انت حكيم من هذا الذي يقع داخل فريقنا وانت بعيد من مجال السياسه؟ اولا سي عبد الحق خويا، راك كبرنا اونصومبل وكاين النقد وكاين لي زوبينيون ديفيرونت بيني وبينك، الاراء اللي تكون متخالفين، ولكن تنبقاو في الاحترام والاخلاق هو الاساس ديال النجاح، لا في الميدان ديالك انت لا في الميدان ديالي انا كمسير اللي تنديرها حبا بالمجان. اليوم الكاك هي مرجع في التاريخ، مرجع في المستقبل، هو علما بان اللي طرا وتظلمت ولا ما تظلمت ما تبقاش السؤال. اليوم الا كنا جالسين لا كاين تنديروا هذه الدردشه انا وياك باش نفهموا من قريب ولا من بعيد الاخوان اللي تتصنتوا لنا، هي الحاله هي اللي خلاتنا نهضروا. وكان هاد الناس ناجحين بعد 5 سنين ولا بعد، وكانوا النتائج كيوعدوهم غنحيدوا دومو باسكو هما داروا المشكل، هو حاكم دومو ما داروش المشكل، هي الموارد ولا ما هي البنية التحتية ولا داروا المشكل الرئيسي للنادي القنيطري هي حكيم دومو. مزيان كاين الناس اللي بغى يسرقوا الشعبية ديال الكاك كنادي ويديوها للسياسة، ولكن من يديوها للسياسة أداو هذوك المحبين اللي تعشقوا هذا الفريق عبر العالم، وتبين الحقيقه. راه دائما الكذبه
تطلع في لاسانسور والحقيقه تجي في الدروج، ودائما الحقيقه تتصل على الكذبه، ومتى تتصل على الكذبه عاد تبان الحق، وعلاش وكيفاش وعلاش وكيفاش. اش ما كانوا تيبان لهم انا تيبان لي جمهور، انا وياه جمهور، انا وياه. علاش انا مشيت نسير الكاك؟ الحب للواليد ديالي وحب النادي القنيطري وحب لمدينتي القنيطريين والقنيطريات. هما مشاو هما حاربوني الحب الشخصي ديالهم باش هذوك الجمهور الكثير والمحبين الكثيرين يوعدوهم ويربحوهم كاصوات. علاش ملي وعدوهم هذاك الوعد اللي وعدوه ما يقدر في الرياضه في الكره القدم يديروا غير الحمق الا حيدناها، باسكو هذا هو اللي قالوا اللعابه ديالنا ولادنا، واللي قالوا الجمهور، واللي قالوا لعائلاتنا، وقالوا لخوتنا وحبابنا. كانوا الا حيدنا حكيم دومو غنجيبوا موارد وغنلعبوا على الالقاب. خويا حكيم، السي حكيم عندك شويه ديال الصوت، عندك مشكل في الصوت شويه. دابا تسمعوني احسن؟ باسكو جو با فيغ اوتر. دابا كنسمعك، تفضل. دابا هادشي ديال دابا ديال الالقاب، دابا ديال هادشي ديال الالقاب راه صعيب. الكره الوالد راه خدا الكاك في 74، ما دا البطوله حتى 81، راه خاصو يبني جيل. حنا بنينا هذاك الجيل، ما خلاوناش نكملوا معاه، ما خلاوناش نخدموا معاه. راه من الصعود وهما تينبشوا وتحاربوا، وكانوا اعضاء في المجلس البلدي تحاربونا. عندهم واحد الهدف معين باش يربحوا الشعبيه ديال هذاك الجمهور، ولكن الجمهور ما باغي لا سياسه لا والو، باغي غير فرقته الدور، باغي كره القدم. وانا باغي غير فرقتي الدور، انا باغي غير فرقتي الدور، هي التيكي تاكا اللي مولفين بها، نخرجوا من الشبكه نمشيو بها والفراجه. حكيم انا معك هذه للامانه كنختلف كثير مع حكيم، ولكن كيبقى الود، كيبقى الموده، كيبقى الاحترام، والاختلاف ما كيفقدش واحد الود بيناتنا. يمكن الرجل عنده واحد الحموله واحد البعد نظر. قلت قدمت قبل ما تجي، قلت بان انت والوليد الله يرحمه والحاج محمد مو قضيت 31 سنه في النادي القنيطري، راه مده راه 31 عام راه ماشي سهله، 31 32 راه ماشي سهله، مشاكل بعطاطه. انا عشرت الوالد المرحوم بالجيل الذهبي لما كان كاتب عام غادي يصعد كرئيس في 94 95، وبالفعل حتى 81 عاد جمع الثمار ديال اللقب الاول واللقب الثاني، مشى كان اول فريق مغربي يشرف كاس الفرق الانديه البطاله، ومشى النهائي عربيه وعطى الجيل الذهبي من اللاعبين. حكيم انت هذا ماشي ما كرمكش بالورد، انت لما جيتي للكاك بطبيعه الحال كان عندك واحد التردد في الاول، ولكن كان عندك واحد الدفعه كبيره من المرحوم الوالد، كتحمل مشعل، عطاك واحد المسؤوليه كبيره، كان عندك تردد لانك عارف فريق برجعيه وعنده واحد الحموله تاريخيه. انا من شجاعه رجل تحملتي هذه المسؤوليه وقلتي، وبالفعل كنتي بالوعد، رجعتي للكاك القسم الاول وصنعتي واحد الجيل ديالو من اللاعبين يتبعوا بارقام كبيره بعد 10 ديال السنوات. اللي مؤكد الان ان ابعاد حكيم دومو يمكن هذاك الهدف ديال بعض الاشخاص لاهداف معينه، وجمهور الشارع القطري تعرفهم جيدا. لما حكيم دومو تورع الانظار، ماذا تحقق في النادي القطري على امتداد 7 سنين و8 سنين؟ اين نحن من المرحله ديال حكيم دومو؟ ما رجعش للمرحله ديال الحاج محمد دومو، غادي نقارنوا المراحل الثمان سنوات الاخيره، لا نقارنوا مع المرحله ديال حكيم دومو. كنظن جمهور القطري كله غادي يغير من الراي، لا داخل الوطن ولا خارج الوطن، بان اخر فتره ذهبيه في تسير النادي القطري بالرغم عندك عيوب انت بشر بطبيعه الحال، انما اخر فتره فيها التوازن هي مرحله حكيم دومو. تفضل. انا ما كاملش السي عبد الحق، ولا بد عندي السي عبد الحق. قلتها بطبيعه الحال، بطبيعه الحال. ولكن ملي جيت نخدم في الفرقه، جيت نخدم فرقتي وانت فرقتك وكل حرف فرقته، انا جيت نخدم فرقتي. ينجح في السياسه، يسقط في السياسه، يدير اللي يبغى، ما سوقيش انا. انا كون عطاوني هذاك الموارد بلاص ما يجري عليا من البيرو ديالو رئيس مجلس بلدي، نقص لي 40 مليون ملي قلت علاش نقص لي، قال لي خرج من البيرو ديالي. كون عطاني هذاك الشيء اللي عطاه لهذوك الناس، نواعد لك كون ديت شي لقب، كون ديت كاس العرش، كون علاش هذاك الجيل كان خاصو شي شويه ديال الاعتبار مادي، ماشي حتى معنوي. كنا تنطيقوا في بعضياتنا، تدوز بيناتنا غير الكلمه، غير الكلمه والله ما تكون في الكونترا، الكلمه تدوز، ويقدروا يثبتوها كاع اللعابه اللي دازوا معايا. الله عطاتك الكلمه تتموت، باش يمشي الجمهور يقول اللعابه عاونونا باش نحيدوا الرئيس، راه تتولي صعيبه. ما تبقاش رياضه، تبقى شي حاجه ما تتقبلهاش المخ،
باش يعتادوا على لعابه علاش كاينه النتيجه باش نربحوا ونتسبوا ونضربوا راه ما تتخيلهاش البال. ولكن هذا الشيء الناس شحنوا الناس في واحد التوجه خاطئ، ما خدموش المصلحه ديالك، خدموا مصالحهم الخاصه، وملي خدموا مصالحهم الخاصه الشخصيه بياسر. ولكن هاد الناس اللي جاوا اليوم، الناس اللي جاوا اليوم انا ما تنحيدش الحب ديالهم لنادي القنيطري. انا اليوم حتى المحاسبه ما باغيش نحاسبهم. انا اليوم تنقول لهم ما فاهمينش كيفاش سيروا الفرقه ديال كره القدم، ما فاهمينش اش باغين من الفرقه، ما فاهمينش، ما مسطرينش مراحل واهداف. ما تقدرش تجي من اللعاب تتصنع فلوزين وتتصنع بالاجيال، وخاص تعرف اللعاب من الزرق اللي ما لعبش، خاص تعرف الفرق، خاص تعرف اللي ما تيخافش من اللي تيخاف، خاص تحمي ولادك باش يدخلوا للتيران، باش تدخل انت دري عنده 17 18 وتحميه من الجمهور وتاكل الشحط انت وتبقى غادي وهي الفرقه غادا وتتزيان وغادا وتتكبر وغادا وتتخلع واللي تدقى فيها دقى فيك باش بهذوك الوليدات ديال المدرسه الكاك الغرب. الكاك راه فرقه ديال 3 مليون الناس، راه الغرب كله تيبغي الكاك، الغرب كله جهه الكاك. حنا ما تنحيدوش النهضه، ما تنحيدوش بالقصيري، ما تنحيدوش سيدي قاسم، ما تنقصوش من سيدي سليمان، ولكن الكاك هي الام ديال الغرب، هي اللي تتعطي وليدات الغرب. هذا الشيء انا غطرف منكم، الا قدرت نكمل ونزيد نعاونكم مرحبا، الا ما قدرتش نكمل خاصني نعرف الجهد ديالي فين تيحصل. اليوم كاين رئيس دوز 66% ديال الوقت ديال هاد 50 الاخرى وباقي تيقول لك تنشوشوا، وامتى بغينا نهضروا حتى الفرقه تنقارض كاع ما نهضروش، الفرقه تمشي عاد نهضروا، راه تنهضروا من الغيره ماشي تضو هو. ولكن راه كاين شي حوايج داروا ماليا وتقنيا غادي نرجعوا لها بالتفصيل واداري سي حكيم، غنجيو لها بالتفصيل، غنجيو لها غير اخلاقي القنيطريين والقنيطريات عبر العالم ماشي الحاكم دومو. انا ما تنشوش، انا الرئيس راه تيبغي لك الكاك، الرئيس تيبغي لك الكاك، ولكن باش يقول لي سي حكيم انا نجي بهذا الاسلوب. نعم سيدي تفضل سيدي. انا نمشي معك في التدريج، كان المجال طويل. نذكر الجمهور الكريم جاتني المئات اللي كثير من التدوينات، وقسم بالله العظيم من كل ربوع العالم، انجلترا، من امريكا، الكاك عندها جمهور عريض جدا، والكثير من التدوينات وهذه المكالمات الهاتفيه في واحد الاسى، في واحد الحزن، في واحد الجمهور ما راضيش بتاتا على هذا الذي حدث في نادي القنيطري. الجمهور كيطرح علامة استفهام، شي حاجه ماشي طبيعيه في نادي القنيطري. هذا ما يمكنش. لا نكمل لك، ماشي جمهور، هذو راه محبين تيحبوا النادي القنيطري طبيعه الحال، عاشقين لي فان ديال الكاك، لي فان ديال الكاك، لا داخل الوطن خارج ارض الوطن. جمهور كيموت على الفرقه، تيقول لك هادشي اللي كيوقع ماشي عادي. انا تنعاود نرجع معك للوراء نسبيا سي حكيم، نقولها بكل وقلتها بجرأه وبشجاعه وغنعاود نكررها قديما كرر. الكاك فيها واحد الموحد ديال الملوث، وجاو له واحد مجموعه انتهازيين ما كانوش عندهم حتى العشاء ديالهم، ما كانوش عندهم باش يتعشاو، بعض الانتهازيين اللي ضربوا الفريق وصبحوا من الاغنياء، تغناوا من الكاك، حلبوا الكاك، حلبوا الكاك ما فين تحلبوا حلبوها. لما المزيد اخوات غادروا الفريق ومشاو، الجمهور تيعرفوا ما الاصاص هذا معروفين، معروفين ونتابعوا من الكاك. واش مدفوعين من جهات معينه ولا جاب قاعدتهم؟ كنطرح التساؤل كما كيطرحوا الجمهور الرياضي، كيقول لك الحمد لله خلاص ما يهزوا لهم ماليه. انا تنقول لك نعاود نكررها، الان خص واحد المبادره ديال الناس الفاعلين، يمكن كاين ايزابيل الحلوي الان حاليا والقنيطره مزيان، يمكن بعض الاعضاء في المكتب عندهم غير عندنا القطري، خص يرجعوا للفعاليات. انا كنشوف كيفاش كتخيل نفسك انت الان حكيم، عضو جامعي ورئيس عصبه الغرب وابن رجل اسطوري في كره القدم الحاج محمد دومو، وسيرتي 7 سنين وعطيت واحد من العطاءات، عطيتي دمك لحمك وقتك اخطائك بطبيعه الحال، كيفاش كتشوف راسك انت بعيد وكتشوف هذا المحيط الان ديال التسيير الارتجالي العشوائي اللي يمكن يدير كاك الهاويه الا ما تمش انقاذ الموقف في اقرب وقت ممكن؟ كاين شي تصرفات سي عبد الحق ما مفهومينش. جبت لهم لعاب بالمجان، جبران اللي تلعب في الوداد جبت لهم بالمجان، انا جبتهم حب، هاكم جبران ديال الوداد هاكم بالمجان، مروان الوادني لعب في السبو عطيت هو ديالهم لعب في السبو، قلت لي هاكم خذوه، لا على جاي من دومو ما عندنا خطوش، ما بقاش يفكروا في الكاك ولا حاضرني غير انا بلاكا.
مروان الوادني اليوم هو التيتولار ري سنترال ديال الفتح. الدرعاوي ما باغيش يلعب، الفارسي ما باغيش يلعب، انا صدو جابوه حتى للستاسيون، ولد الضو عبد السلام، محمد الضو، كردود، بورحيم، وبقى نسمي ليك، بقى نسمي ليك غيضرك راسك يا سي عبد الحق. ولادك حسن من هادو، ولادك غيتقاتلوا وغيتقاتلوا. كون جاو عندي غا طلبوني، قال ماشي طلبوني زعما، كون غا قالوا اجي عاونا ورينا كيفاش نديروا، نوريهم كيفاش يديروا وننجح معاهم المسيره. هما ملي خداو فرقه، خداو فرقه، ملي خداو من الحكيم دوم ملي قدم استقالتي 15 ماتش وانهزام، خداو فرقه واقفه صحيحه. اخر جيل ذهبي هو اللي كان عندك، وخداو فرقه في كريم الدافي وفي المجموعه اخر جيل ذهبي، ونعطوني الموارد اللي عطاوهم غنهرس الحجر. ودابا دابا في 2015-2014 تقرير المالي بدون نزاعات فيه 17 مليون ديال الدرهم، زيد عليه النزاعات شحال غتوصل يا سي عبد الحق؟ رقم مخيف، رقم كبير. دابا الا قدرتي التقارب بين الميزانيه والنزاعات راه الجمهور غيتخلع. هادشي ما كانش عندنا، فين هما النزاعات في هذه السي عبد الحق؟ ما كانوش. الكلمه الفم اللي قال الفم خاصك تكون وقف عليه، تكون راجل. وقالوا لا مجموعه من اللاعبين كانوا هناك قالوا هذا الكلام، بان قالوا بان حكيم دومو قال حماده، قال كريم الدافي، قالوا مجموعه من اللاعبين قال بان كريم كان حكيم كان قد الكلمه. سي حكيم انا استغرب من 2011 الان تجيب الكاك 18 20 22 لعيب سنويا، هذا راه العبث وهذا التخربيق. لا خلينا نكمل لك هذا راه العبث وهذا فيه صفقات، شكون واضحين؟ ما يمكنش تقول لي الكاك من بد ديال بيبين الكاك تقول لي قاطر فاش لعابه، كاينين لعابه كاين مواهب ماشي في صالحهم يطلعوا لعيب من الجونيور تاع السنيور غيجيبوه البراني. حنا ماشي ضد واحد يجي من امنين ما بغيش يجي، كيفاش كاك توصل تبقى تجيب 18 20 سنويا؟ هذا راه رقم خيالي وفي ارقام خياليه ولاعبين في الخريف الرياضي ديالو. كاين اللي عنده 32 34 سنه، واش كاك مختبر ديال التجارب؟ الكاك راه كانت كتصدر لعابه المغرب كامل، هذا راه العبات. الا غنجي نجيب جوج ثلاثه اربعه خمسه لعابه كرون كاليبر احسن من اللعابه المحلي، باش تشدي 20 وتجيب لي 20، هضره العبات والدخول والخروج في الهضره وخدمات ديال المصالح يمكن نقول ذاتيه وشخصيه تنقولها باعلى صوتي، لان هذا الكاك ضعيفه ماديا كموارد ونزيدو نتقلوا احنا بهذا الليتيج وبهذا تعمر الشوارج غادي نوصلوا غادي نمشيو للهويه غادي للكارثه. دابا 18 ان سول ميركاتو 18 عاوتاني تمشي في الميركاتو ديفير وتجي 18 اخرى، راه صافي ديك 30 ولينا حنا بين 20 و 35 جوغ في العام. ما كاين حتى شي فرقه في العالم هذه. دابا عندنا قنيطريين اون دي ميور اتاك، لا جمعناهم اون دي ميور اتاك دو دوزيام ديفيزيون ميور. تنقول لك السي عبد الحق بالطابع لا جبت لهم مدرب اللي معروف هنا فرقوا و ميور اتاك، ميور اتاك شتي ميور اتاك دوزيام ديفيزيون بحال اللي كنا بغينا نطلعوا. ملي طلعنا راه ما انا خديتها كوما الفرقه السي عبد الحق، ومن خديت كوما راه ملي طلعنا العقل الجمهور راه ما كاينش فرقه تجي القنيطره تفوت السونتر، ما تفوت السونتر تيبقى كيحوين وضو باش يتعادل القنيطره. الا بداو تعادل القنيطره في الدوزيام ديفيزيون راه ربحوا. ولكن العام الاخر ناضوا هذوك السياسيين تيعرفوا يكذبوا تيعرفوا يدوخوا الناس، الطلاميس داروا وانا جاي اغرس اغرس جاي من الانجليز بواحد العقليه اوروبيه اغرس اغرس تنقولها في الوجه، يا عجباتك يا ما عجباتكش راه دبر راسك سوقك هذاك. ملي ولا عيط لي انا رئيس المزيج ويقول لي زيد كونترا مع هذا ونقص هذا، قلت لي انا تنحكم في الفرقه انت تتحكم في المدينه خاصنا نتفارقوا. ما فهمهاش وباقي دابا تيحكم في الفرقه، ولا تيختار الرئيس وخا يعيا ما يقول هو تيختار الرئيس وهو تيدير كل شيء. واش عمرت حاسب معاهم في هذاك المال العام اللي تعطيهم؟ واش كاين غادي يرجعوا لهاد النقطه؟ غادي يرجعوا للتويله الماليه، غادي يرجعوا لهاد الشيء. شوف اسي دابا تفضل. هذاك البرازيلي تيلعب مع ريال مدريد، ما عرف سميتو هذاك الكحل اللي هذاك القصير اللي جابوه البرازيل، وانا صدو ولعب ضدو في هذاك التورنوا ديال فرنسا. هذاك تيلعب في الريال والاخر مسكين تيلعب في تماره بلاص ما يلعب في فرقته. ان كرون جوور، انا صدو ان كرون جوور، ان كرون جوور كردود تاخو محمد كاع ولاد الفرقه غير مرغوص فيهم يمشيو لمدينه اخرى باش يديروا ما اللي بغاو في الفريق. عندك كاتر ولا سي غارديان قنيطريين، un bon entraîneur, une bonne philosophie, une bonne stratégie, beaucoup de spécifiques.
الفرقه راه ماشي وبهذاك التيران وهذاك التيران كي الزربيه سي حكيم قريب بنادم سي حكيم حاليا تنقولها وكنضرب اسم من هادشي لقيت المجموعه من الجماهير في الاحياء القنيطره والتليفون الناس مابقاش صافي قنيطره مابقاش دخلوا دماغو فكر ديال الكاك في هذا الوضع ماشي هذا موسم السنوات الاخيره حان وقت ايقاف هذا النزيف هذا المراجع خصها تحبس لان صراحه الفرقه عندها مولعه عندها الناس ديال قنيطره كيغيروا عليها اللي ما عندوش الاضافه للكاك يمشي في حالته كيما بغى يكون الانتماء ديالو خاصه القضيه اللي غيعبد بطريقه شوف اللي اساء الكاك انا بغيت نقول كاين الناس كيتحكموا الكاك بالتليكوم حنا عارفينهم اللي كيسال الكاك ترى خا ما يرحموش صدقني جمهور قنيطره ما غيرحموش جمهور ديال قنيطره عارف كون كبير ولا صغير انا جا وصل وصل مستوى العظم الكاك خصها تنتعش تخرج من غرفه الانعاش الكاك راه عندها ريانيماسيون راه الكاك خصها السيروم وخصها بزاف د الحوايج انا تنقول لك بارا كنتجلاج وكنجلجو بالهضره ولا كنهضر مباشره حنا كبرنا في الكاك وعشنا في الكاك وكنترعبوا على الكاك صراحه انا هادشي اللي شفت انا بعيد على التيران ما كنمشيش 18 لان مشيت انا نكرب شي نهار المصاد العام مع واحد سمع نور ديال الحلوينيت ما شفتش والو صراحه مشيت للملعب ما شفتش والو ما شفتش شي حاجه جاء واحد رجعت للماضي تبعت مقابله بصعوبه وتعادل الكاب بصعوبه تدقق 93 ما بقاش فرجة بكل صدق شنو دابا شنو الوصفه في نظرك انت كمسير شاب بتطلعات يعني عصريه شنو خص الكاب باش يخرج من غرفه الانعاش شنو خص خاص بعدا كاع هادشي اللي داير بعدا بيمشي بحالو ويرضى بان ما قدرش خاصو غير ده لا ما رضاش مي غيمشيوش على سعب الحق لا ما رضاوش بينا فشلو دابا ما تيقدروش يقول لك انا فشلت غنمشي ويقول غير الله يسامح الله يسامح شي يقول لهم غير ما قديتش كون قال فيهم هاد الموسيين كون قالوا ما قديناش عاونونا والله تنجي نعاونوهم بالمجان ولكن واش غيخليوك ولا ما غيخليوش حاجه اخرى والناس يقولوا ايادي بيضاء جاوا الكاك ما بقاو لا ايادي بيضاء لا حمراء لا كحلة الناس تيبقاو يفهموهم تيكونوا برا تيكونوا عباقره في الهضره عباقره سي حكيم عندك الصوت شويه الصوت ديالك يصل شويه لا عيط شي واحد وقت صوتك غير ما فهمناش ملي جاوا الناس من جاوا الناس عباقره في الهضره سي عبد الحق عباقره تيهضروا تتقول هنا نبات ملي تيجيو على ارض الواقع تلقاهم بعيد قد السماء قد الارض مع الشمس هذا بعد السماء الشمس من الارض ما مفهومش وبدا يعطيو دروس ولا وكيفاش واش عمر شي مدير رياضي تيجيب اللعابه ويجي المدرب يقول لي هادشي كولو اللي جبتي ما بغيت منه والو ما كايناش في العالم انا عندي واحد السياسه انت مدرب واش غتدخل في هاد السياسه ديالو ما غتدخلش ها البيوجي اللي عندي هاش قد نزيدك واش جوج ولا ثلاثه ولا اربعه قبلتي راه غتخدم معايا ما قبلتيش اخويا راه ما تفاهمناش ولكن ما غنضرش انا نازم فرقتي باش ندير خاطر المدرب غامينجح في المدرب السري وانا نبقى في النزاعات نموت في النزاعات في زاد الخادير سي امبوسيبل هادشي سي امبوسيبل ما كاينش هادشي ما كاينش الا كنتي تبغي بصح الفرقه الا كنتي تبغي بصح الفرقه ما تدينهاش ما تدخلهاش في المشاكل الخاويه ما تتخافش من مدرب مدرب خاصو يتادابطا مع بسيكولو مع الايديولوجي ديال الكلوب الايديولوجي ديال الكلوب راه التاريخ ديال الحاج المكينتي والسباعي والبوعزاوي ودومو والحاج دومو والصويري الله يرحمه السي حماد والصويري طويل والشتوكي والداموسي وبزاف الناس سي اون ايديولوجي الكاك سي اون ايكول سي اون ايكول هذيك ليكول ما غاديش اي مدرب وشد حتى اي مدرب ولا اي تالمون صغروا تسير ولا كلشي باين ليه تسير اي واحد دايز مع الدرب يدخل يسير الكاك ولا تيبين لهم هذاك التسير ساهل وهذا الشيء الكاك راه مرجع كروي مرجع تاريخي مرجع ديال الاستقلال الناس مشاو للحبس والناس مشاو وتيديروا شي اساليب غير اخلاقيه السي عبد الحق غير اخلاقيه معروف شوف انا ما قبلتش من واحد السيد يديبوزي اللوغو باسم لاسوسياسيون وكاك فوتبول يحطها في الاولمبيك بسميتو الشخصيه راه الناس ماتوا على هذيك الكاك راه الناس مرضوا على هذيك الكاك راه الناس مشاو للسبيطارات على هذيك الكاك راه الناس مشاو فايت على هذيك الكاك تجي انت نص نهار وكان لجنه موقته ودير كاك فوتبول سميتك شكون انت في ارض الله كاع غتكون حنا دمويات وما درناش سميتنا خلينا القنيطريين والقنيطريات الكاك اللي كل قنيطريين هادي مفروغ منها هادي الكاك اللي كل قنيطريين ما تخليش القنيطريين سي حكيم غير
غير باش نسميو نصفو الناس في التاريخ، مروا بعض المسيرين اللي عطاهم رزقهم صراحه. الا كان الحاج محمد دومو من الاوائل، نضرب واحد الشخص اللي كيعاني الامر الان، نعترفوا هذا التاريخ، سي بن عيشه العكروشي اللي مر كرئيس كما بغى يكون الحال، وخلى من ماله، والراجل الان كيعيش في واحد الظروف يمكن نقول مأساوية. لا لا غنسميها، لا غنسميها، لا لا بالاعتراف بما قدمه الرجل للقنيطر، هذا واقع. انا كقنيطري ما سمعهاش يمسي ما نقولوش بن عيسى العكروشي عطى من ماله الخاص ودار افلاس بسبب النادي القنيطري. الان الرجل كيعيش واحد الظروف ما نتمنى لتا شي واحد بكل صدق، في وقت اللي نجاو واغتناو اغتناو من النادي القنيطري بطريقه باخرى، كاين خداو امتيازات بلا ما ندخل التفاصيل، نقدروا نحطوا النقاط على الحروف على الامور الواضحه المفضحه. سي حكيم، انت كرجل مرجعي ومسير براس صغير كتصنت، اذا طلب منك انت غتكون واحد النهار، انا كنقول كنتوقع في واحد النهار غترجع لنا القطري، هذا ما فيهاش شك غترجع لنا القطري. شنو يمكن الى رجع حكيم دومو شنو يمكن يغير، شنو يمكن يغير في كاستراتيجيه باش ما يسقطش في الخطا؟ الا ما امناش، الا ما امناش، الا ما امناش بان الكاك يا ولادنا، الكاك راه ماشي ديال الشريان، والكاك راه الوحيده اللي ظلمات في كاع المراحل ديال التنميه الكرويه المغربيه. ملي جا الباريناج ما عطاوهاش، ملي جاو لي زاكاديمي ما عطاوهاش، دونك مراكز التكوين، كاع المراكز، مركز التكوين الاكاديمي هو هذيك المركز الاكاديمي. الكاك خاصها اكاديمي، ماشي مشكل، ماشي سكون دو فورماسيون. الكاك فرقه ديال الاكاديمي، ماس اكاديمية، الاكاديمي د فوتبول بحال الفتح بحال الجيش بحال الاكاديمي محمد السادس بحال الرجاء بحال الوداد. الكاك راه قد هاد الفراقي، يعطيونا الموارد، النص ديال الموارد اللي تيصرفوا هاد الفراقي، نواعد انا النادي القنيطري غنلعبوا على الالقاب وغنمشيو للتشامبيونز ليغ. النص ديال الموارد، الا كانت الرجاء تخسر 10 انا نخسر غير 4 وغنلعب على الالقاب. علاش؟ عندي ما استراتيجي، تعلمت مع بوا، تعلمت معاك، انا تنتصنط الايجابي تناخذو السلبي تنحيدو، وتنتقبل نتصنط ونناقش، ولكن ملي تناقش نقدر نغلط، بياسيو نغلط، نغلط، ولكن في عهدي انا راه كاين المحاضر، كل شهر كاين المحاضر ديال المكتب، نهار بغينا نجيبو مدرب، نهار بغينا نجيبو لعابه، نهار بغينا نديرو بزاف د الحوايج، راه كاين المحاضر. هما تيقولك الديكتاتورية، شنو هي الديكتاتورية؟ هي النافقك، بلاص ما نقول لك الحقيقه في وجهك، النافقك النفاق الاجتماعي، ولينا ابطال النفاق الاجتماعي في هذه المدينه. النفاق، انا بلاص ما نكون منافق تنقول لك هذه اللي كاينه وهذه كاينه وهذه كاينه، وتنقول لهم ما تجيش تهضروا لي في شي واحد، علاش هضرت لي في شي واحد؟ غنلاقيك انت ويا نقول ها اللي قال فيك هذا، باش لا قلتي راه قلتي لا كذبتي عليه راه كذبتي عليه. دونك هذاك المعقول، الهضره الصريحه اللي عندي في وجهي اللي تنقولها بفمي تنتسلخ عليها، هذيك الصراحه اللي تنهضر بها ما تتعجبش الناس، ما تتعجبهمش وما عمرها غتعجبهم، وانا عارف راسي هكا، ولكن اللهم نكون صريح ولا نبقى نحاسب راسي، نكون صريح ولا نحاسب راسي، الا حاسبت راسي انا ما يدينيش الناس، اللهم نكون صريح والناس على خاطري. سي حكيم، عندي هنا في التدوينات جاتني قبل ودابا حتى دابا في هذا الاثناء واحد 90، ما عنديش احصائيات ولكن واحد 80 حتى 90% قناه راه خارج قناه راه حدا خارج ارض الوطن، كاين واحد المطالبه كبيره، كاين اعتراف ضمني بانه حكيم دومو هو الرجل المناسب للنادي القطري، كاين مطالبه ديال فئه عريضه من الجماهير بعوده حكيم دومو لتسير فريق النادي القطري. لما تحس وتسمع وتشوف هذا الجمهور بهذا الشكل، شنو انت بحكيم دومو كشعور؟ وحنا دائما كنا جمهور، صافي با دير انا جمهور، انا من صغري انا جمهور، انا وخويا خالد جماهير، برا رئيس، ولكن حنا راه تنطلعوا مع الجمهور التريبيون، مع الجمهور التريبيون. دونك انا جمهور، انا محب، انا محب، انا محب، الا قدرت نعاون فرقتي راه سافي كرون بليزير، ماشي بوحدي انا، راه غنجيب المكتب ومحتاج الالترا ديالنا ونحتاج الجمهور ديالنا، وهما حنا لو جروب كومبلي وفين غراند ايكيب، سي با حكيم دومو بوحدو. انا ما هو تسيير واداره وتقني وفئات صغرى وهذا تتبقى على رقبتنا المكتب، ما هو الخلعه ديال الفرقه جايه للقنيطره هو الجمهور ديالنا، راه حنا بلا جمهور ما نديرو حتى حاجه، حتى حاجه، نكذب عليك كذاب، كل واحد عنده مسؤوليته. حنا كنا كل جو تو برومي تنواعدك اخويا عبد الحق، كون في هذاك الوقت ما داروليش هذيك التسخسيخه
والله والله تربي كان غيسهل. تظلمت باسكو تظلمت. هادشي كون داروا نمشي هادو اللي هادو اللي رؤاسه هادو اللي دازوا رؤاسه كون داروا لهم غا 10 ولا 15% هادشي اللي داروا ليا وراهم في السبيطارات دايرين لهم السيروم. يا 10% 15% هادشي اللي داروا ليا كورهم في السبيطارات دايرين لهم السيروم. انا عطيتهم فرقه ما عرفوش تدرني خاطر عطيتكم فرقه ربحتوني صافي ربحتوني في الشارع مزيان ربحتوني في الشارع ما ربحتونيش بالحق ربحتوني في الشارع. خديتو ال 20 فبراير وركبتو على 20 فبراير وخفت على بلادي وقدمت استقالتي ما كاين مشكل. ولكن ملي خديتو فرقه عطيتكم فرقه كنتو مسيرين كره مشيتو بعيد بهذيك الفرقه خاصها تكبر مشيتو شطبتو الفرقه وبديتو تلبقوا لبق وبقاو دابا تلبقوا تجيب لعاب سي حكيم. نعم سي بالحق سي حكيم. انا كنتسائل دابا الان كندخلوا الاحتراف في السنه الثامنه وحنا محترفين الدوري الاحترافي كره قدم مغربيه وصلت لويتام ايديسيون في الاحتراف. انا كنتسائل البعض ما كنعناش البعض بعض المسؤولين مازال كينتظروا المنحه ديال المجلس البلدي وديال الجهه وديال باش يسيروا كره القدم والناس ما عندها لا افكار لا بعد نظر الى لا باش نكونوا واضحين راه المجلس راه كتعاون اللي قدات عليه راه كتعاون وكيخسر رئيس الفرقه اللي يجي كون عنده فكر مقاولاتي كون كيفكر كون كيستثمر كون كيغامر كيرسم بخارطه الطريق راه كاين حوايج كثيره في الرئاسه راه مشى يجي يطلع وريح وتقول له رئيس فريق راه غامرنا وحرب ولا كانت الامور هكا ونخليوها عميد فريق يسير الفرقه نمشي ياخذ لك البركه ويفرق على اللعب. دابا المشكل نهضروا على الخمس سنوات الاخيره المشكل اعطوني جمع عام واحد داز فيه خبير محاسباتي محلف وقرا التقرير المالي بحال كتدير الله يرحمه الحاج ميرنو حنا في في الجمهور العامه ماشي انا ماشي امين الملك انت قرا كنت قرا الحاج ميرنو يعطيونا في هاد 50 الاخيره الجمهور العامه كلهم واش عمر شي هما تيقولوا حنا عندنا فيديوسير الخوت بجوج تيقولوا عندنا فيديوسير والتقرير المالي كله مخروق وفين هو هاد لوديت تبقى القانون ديال الجامعه ماشي تبقى الحاكم دوم ولا تبقى الاراده فين كاين الخلل حكيم فين كاين الخلل انا فين كاين الخلل وراسو تسير راسو تسير المالي وسو تسير الاداري وسو التدبير راه هو اللي ما تقدرش تعطي ان رابور فينانسي اوديتي اي سيرتيفي بار لوديتور راه كاين مشكل كبير السي عبد الحق. كل عام خمس سنين تيجي واحد عنده حكم نهائي تثبت بان ما كانش منخرط وما عندوش ثلثين ما عندوش حق يترأس الكاك. اي منخرط اليوم يهز هذاك الحكم ويدي يدعيه يقدر يقول لي عاود خلص عام ونص رد الفلوس كلها ديال عام ونص اللي صرفتي ديال الكاك ويجي الجمع العام ويقول واحد عضو منخرط يعاون الكاك وراجل الله يعمر هدر تيقول لهم 33 مليون ما درتوهاش التقرير مالي تيجاوب هو تيقول لي راه عندي في الكوفر ديال الطوموبيل واش هذا مسرحيه شنو هذا. وهو كان تيعطي الدروس الرؤساء قبل درتي لنا بفرنسيه درتي لنا حنا مالنا البي اس جي حنا مالنا هذا حنا راه تنحترموا الناس ولكن راه كل واحد الى اليوم جينا نديروا المقاربه بين الميزانيه وبين بين 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 النزاعات راه يخرج واحد العجب ما عمرنا شناه. حنا اليوم هاد المحاسبه ما غنتحاسبوش معهم الله يسامح هاي بعدو هاي حطوا السويرتات ماشي بعدو يبقاو محبين انا تنقول حتى واحد يبعد ويخليو الناس لا يقدروا يجيو ويسيروا باش يردوا الفريقه باش يفرحوا هذوك القنيطرين والقنيطريات والتريبيون تعمر وما يبقاش هذاك الكراهيه بين المحبين والمسيرين. ولكن انا غلطت في 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 في, في, في في المحبين ولا الالترا تنعتذر ولكن ما عمري ما سبيت ولا عايرت ولا ما عمري عقلت تشكيت سي حكيم تشكيت علاش تنسب ولكن ما عمري عايرت ولا سبيت. انت رجل متزين مهادين يعني بلغه ديال الانسانيه انسان مربي ورجل حوار رجع شويه النوستالجيا وعاد رجعوا للمشاكل الكاك نفسه شويه على الجمهور. انت محظوظ كبرتي في واحد الاسره في واحد الرجل مرجعي محظوظ علاش خليني نكمل. كبرتي في واحد الاسره في واحد الرجل مرجعي سميتو الحاج محمد دومو حتى انا كبرت معاه من الفتره الذهبيه حتى الان باش تعيش مع رجل بهذاك الكاريزما وانت صغير. انا عرفت من بعد غتمشي لانجلترا كبرتي مع شقيق خالد
شنو اللي تعلمتي من سي محمد دومو كأب لك ساعه دومو في الطوب ديال السير وراجل مرجعي في الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم ووصل لقات المستويات كبيره اللي يمكن ما تكررش؟ كنقول يمكن ما تكررش، انا نتمنى تكرر ولكن نظن ما تكررش ذاك الكاك ديال الثمانينات. شنو استفاد الحكيم دومو من الاب المرجعي الحاج محمد دومو؟ هو الاحترام والاخلاق والمعقول وجاجيل تيكي تاكا التاريخ الفراجة كل واحد في اللعابة من بوشعب من ابو جمعة. علاش بوشعب هو الاول؟ ابو جمعة بن خريف بن خريف سمح الكالا هادوك تعطيهم لا ابو جمعة بن خريف تهضر عليك كمدرب. هادوك هذاك الجيل ديال 74 حتى 87 88 89 راه جيل الفيراري ديال الكره المغربيه ذهبي. الفيراري ديال الكره المغربيه رويس كاع ديال الكره المغربيه تيكي تاكا من المستوى العالي 20 باس 15 باس بيت كوفرا تيجي بحال بينالتي في عند بوشعيب الغانمي الله تريونغل بوشعيب الغانمي الله باس مره تريونغ مره تدوزها لك اون دو مور لو مور مره تخرج راسك راس الجول مره تيجي عندهم حلول كثيره تجي الكره حدا تجي الكره حدا الكاريديز تيران تشطح ديال حسينه مع حسن زعيبيل الله يرحمه وحسين الله يرحمه بالراس نور ديال العمري دوزيام بوطو وتيدخلوا فيها ديفياسيون يدخل فيها بوساتي ولا مقيله مصطفى الله يرحمه مقيله مصطفى ولا جمال الفراجه اخويا الفراجه حتى الزاويه كانت هدف في الكاك حتى الكورنر كان صعيب في الكاك وحسينه عنافال تيران عوج تيران كله بحال شوط بطاط وحسينه كل حد يخرج دريب كل حد يسوقها بصدر واحد 5 متر واحد 6 متر ويهبطها ويدور وجهه اليسر ويضرب كان ديك كرياسيون يخرجك راسك راس البوطو وثاني الفتاح ملي داز وحميد البصيري الله يرحمه غران غارديان وقاسم الله يرحمه حتى هو كاين بزاف ونسيتي البوساتي مصطفى الحوات نرد العمري الله يشافيه دابا نرد العمري الله يرحمه كانوا تي عباقره حمام الفاطمي عبد اللطيف الفيو عبد اللطيف المايسترو يتساعد قرد العائله قرد كلها السي بوحياوي الحاج عبد الله الصحاح لو ورك عليها الباكيه وجات في الكادر قلت تبعها بعينيه كانت الفراجة وكان با لا كلاس زعما توني الاخره تدبس الكاك احسن من الوداد واحسن من الرجاء هذه حيتاليه من فمي حيتاليه من فمي الكاك كانت من الاوائل الكاك كانت بحال لا كولوم تدخل بالابيض بالاخضر بالاحمر باش ما بغيتي تيرا توني السلتيك توني ليفربول توني ديال سانتيتيان توني كاع تونيات اديداس البوما سورتو الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي تونيات العجب هذه كتبقى كانت لاك اللي في علمي لما الحاج دومو الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين لما بدا يعيا الانسان تعيا وهو حتى هو في وضع صحي حرج في كرسي متحرك كان كيجي القنيطره وبكى بهدر في دومو الحسره ماشي مره ماشي جوج ثلاثه نظل في احدى الاوقات عيط لك وعطاك واحد الامانه في رقبتك قال لك النادي القنيطري كان في القسم الثاني وقال لك هذه يعني يمكن فاجئك قال لك الكاك رقبه امانه في رقبتك ترجع القسم شنو حكي لي قرب الجمهور شنو هذه امانه للتاريخ قرب الجمهور شنو قال لك وشنو كان رد فعل ديالك انت كنا تنفطروا في رمضان ولا ايام عاديه في رمضان ها ومع الفطور وتنضحكوا انا وياه هو يقول لي اجي السي حكيم قلت له اش من الوقت في 2004 وقال لي اجي السي حكيم قلت له انا اللي بغيت نهضر معك قول لي بغيتي قولوا راه ما عنديش مشكل قال لي هذا الكاك انا غنبقى في الدوزيام ديفيزيون نشوف غنموت ونخليها في الدوزيام ديفيزيون انا شويه مكلخ في هذيك انا ما عرفتش نجاوب ما فكرتش جاوبت بلا ما نفكر اش كون فكرت غنجاوبو مزيان قلت له انا اش غندير لك انا راه الكاك راه عندها مواليها راه ما تتخابطوا معاها كيفاش من تتخابطوا معها قلتي خبطوها ماشي تتخابطوا معها يعني دابا لا ايبو
دابا لي بون ديال جيدو انا عاودك واحد زوينه هادي دخلت قلت لي صافي انا نشوف كي غندير. مشيت للجمع العام بوحدي يتيم ما عرفني مداش هداني الخلعه شاد التسبيح ديالي كوم دابيتود تنستغفر ونكبر ونستغفر ونكبر وعايروني وتيسبوني واحد السيد تتعرفوه انا وياه تنعرفوه بجوج سي المهداوي بحدايا تيقول لي غاسكت حكيم غاسكت راه ما عندهمش فايده غاسكت اخويا حكيم تيجي هذاك سمير تيقول لي انا نولي رئيس تيجي مصطفى ولد غوغية تيقول لي انا نولي رئيس قال لي عجبه المهم تي كي غندير ليه قعدت دقه فيا هم تينوضوا يجتمعوا ليه ويرجعوا ويرجعوا انا ساكت وانا عارف امي قبيح انا عارف امي صليب طلعت رئيس صافي وليت رئيس مشيت للتيران لقيت الكازو كاع من كول شفت واحد الجرادانيك صوت عندك ضعيف حكيم مشيت للتيران وانا نلقى التيران الكازو مدقدق مشيت عيطت واحد جوج جاردانيين قلت لهم غتمشيو تهزوا واحد البيكو تبقاو تمشيو للمرجا تجيبوا الكازو تغرسوه دخلت قلت لي حلوا لي لوكو جوج بالونات باتريك باتريك باقي شويه تيلا باتريك في 2000 الفقر الموت قيع ما لقيتي والو مكرطه الدنيا قالوا واحد الدين خلصتو لعبت مشيت قلبت فكرت تكيت في الدار فكرت قلت غنجمع ولاد البلاد ما غنجيب تا براني انتحر مع هادو ينتحروا معايا انتحر معاهم ما كاين مشكل مشيت قلبت عليهم هادوك اللي داو الشامبيونا جونيور ديال الكاك مشيت قلبت عليهم في ديورهم تنجبدهم باط صاد دافي تندور في واحد النار في الدروبه تنقلب تلقيتو تيلعب قوي تسات بواحد تريكو شورت ابيض مو صح تريكو كيطلع التيران غدا طلع التيران قال لي كيفاش كنت تلعب التيران ما غايبغوكش في الاول عاد انت شويه حمق ما غايبغوكش غنهبطك لي سبور واحد 15 يوم ونطلعك من بعد يطلع هذاك الشيء اللي درت خليته هبط طلعته وجدت الفرقه تمشيو للكونسنتراسيون مشينا لطنجه للكونسنتراسيون كلشي على حساب خوكو المكتب هذاك الوقت ما عندناش مع والو الكونط فيه موان شي فيه بلوس الموان خلصنا قديناه مشينا بدينا مره حنا عاوتاني جالس مع الوالد ويقول لي ايوا شنو قلت له انت تشوف احنا بادين كيشوف لما قديتيش حط سويرتات وسير جلس حدا امك هو باغي غير يجبدني باش ندير النفس تي صافي اخويا راه المهم تي غنمشي نطلع عليها طونزون طون راه غنشد لك ما تخافش صافي ما تخافش خويا بلا ستيمولاسيون هو ماشي ستيمولاسيون راه بسيكولوجيكمون تي دقدقك باش دير النفس درت معايا خويا خليل وعبد السلام عبابو والاخوان وعلي ساهيل وياسين محمد والطريق الشوماني ومصطفى المرساوي ولا نسيت شي واحد عمر الكاتب العمر ما بقيتش عاقل لا بصبع لا 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 بصبع. لا لا ماشي بصبع عمر اللي خدام في تريزور بوبليك وعمر الشباخ والفيلالي محمد وبقينا واحد مجموعه من وبقينا بدينا اول ماتش باش تعرفنا مرضيين مشينا لسيدي قاسم ما عندنا لا طلوع لا هبوط لا والو تيران بيلوز خاوي البيلوز ما فيش مش واحد الكلب واحد كلب يدو كحل تيدوز فن ويرجع فن كتا مهم تنهار تريني وتيدوز فن ويرجع فن وانا شداني الخلعة تقول مهم فين غنمشي في هادشي هادي الماتش الاول سيدي قاسم ما كاين لا طلوع لا هبوط بخوميير جورني اول دوره ما كاين لا طلوع وصلنا مع الباب ديك تقولنا الكار كله يلا غنضرب تقولنا الكار تضرب الصندادي سبع الغرزات وكلشي ولا لي ابيض واو جبت واحد اللعاب كحل من طنجة واحد جاك من توا ولا ابيض توا ولا ابيض كلشي ولا ابيض ماركه علينا بيت يلا دخلنا بالخلعه الدراري الصغار تخلعوا الكبار تما مخلوا عند باس ماشي يشجعوهم هبط لفيستير كما خوتي موت وحده كاينه لا متنا نموتوا هنا صافي بلا ما تبقى بقينا قتل فيك تعادنا مع واحد الواحد ورجعنا وماتش الاول ما كاين لا طلع لا بود تقولنا لك وبدينا غاديين خسرنا الماتش الاول في البلاد عاود خسرنا الماتش الثاني برا امي بدي كي غندير وبديت كان واحد المدرب تا وجبناه من وجده ما دارش
قتلني في محمديه، دخل ما فكرتيش شي لحظه ولا كتنسحب قبل الوقت؟ لا من بعد البدايه ما تهشرتيش؟ قلت غنكمل عبد الحق الا انسحبتي غتنازل مال الحاج دومو، غتنازل مال الوالد والول وخاصني نهرب. غتخوي الدار ما تجيش. الدار نخوي والحاج دومو حاجه صغيره يندمك عليه مبقى غادي ما تقدرش. كملتي المسيره ديالك، كملتي المسيره المغامره. مشينا جبنا الجمهور، عطينا التيشيرتات بويض فيهم حلاله وفيها اللوغو الكاك وفيها الاديداس بيض وخضر، وفرقناهم تصورنا فرق في لافان داني، تصورنا الفرقه كلها وفرقنا على الجمهور وجبنا الجمهور. ايوا يا عمر التيران، وحنا بدينا وهي الدور الكره، حيت هذاك المدرب وعطيت الحظ للسي بيكري والسي جعواني، الله يخلف على السي جعواني تا هو ضرب ولاد الكاك. ولاد الكاك ولاد الكاك السي بيكري ضربوا، وكاع الاطر الصغرى تا ما ضربوا معنا تماره. عاش القانون كان عندي انا، تبدا من المينين تبقى تابع هذيك المين تتوصل الى السنيور. هذا هو التسيير بيان سير معايا، وخاصك كل عام تعطيني جوج، لما عطيتيني جوج خاص تحط السويرات تمشي بحالك مينيموم تعطيني جوج. بصحتي الحكيم، بشحال اول عام بشحال دورتي الكاب كميزانيه، واخر عام بشحال دورتي؟ يعني من 2006 ل 2011 اول عام بشحال دورتي الفرقه كميزانيه، واخر عام بشحال الميزان باش الجمهور يقارن مع الان؟ قول لي شحال. لا شحال كتاخذ؟ ما كنت كتاخذ كنت كتاخذ الفوتات، هذاك شحال لقطات؟ هذه معروفه. قول لي شحال تعطوني الميناء عاد نقول لك الفرق. باش شحال كتاخذ الميناء وشحال كنت شحال كنت كتاخذ؟ كناخذ 300 مليون من الجامعه، 160 من المجلس البلدي، 30 من الجهه، و18 من المجلس الاقليمي. مره يعطي لك مره ما يعطيك. 408 كيفاش كنا نوصل المليار و200 المليار و300؟ هذاك الشيء ديالي انا كرئيس، عندي 800 مليون فارق. باقي كلشي وديتي، وكل عام كنت نخسر 200 مليون، وكل عام كنت نخسر 200 مليون 300 مليون 200 مليون، راه خسرت مليار ونص في 5 سنين، مليار و700، راه خديتها 230 من المليار ونص اللي خسرت. على ضد، ماشي خديتها باسكو بغيت نضر الكاك، على ضد هذوك الشيء اللي كان في المجلس البلدي ضدي، راه ما خديتهاش باسكو باغي نضر الكاك. وكاع الرؤساء اللي جا مورايا خداو فلوسهم، ما هضر معاهم حتى واحد. السي عبد الحق ما هضرش اللي دا 130، اللي دا 200، اللي دا فوق 200، اللي كتيبه تدي 2 مليون كل 5 ايام كل 3 ايام. العجب السي عبد الحق، العجب هذاك الشيء اللي طرا، باش عرف هذا الشيء كله كان مو في براك. ولكن بصح كانوا الترات بصح. كتيبه شحال دات؟ شحال دات كتيبه؟ في 5 ايام دات 20000 اخرى، في 20000 سميتها بارتو هذيك الكتيبه، فين ما حليتي التقرير، فين ما حليتي لي كونت بونكير تلقى سميتها. شنو واش هذه مونسيواليتي ولا غير دي دون ولا شنو؟ إذا كانت تدير مونسيواليتي 75000 درهم كنا نولو كاتبات في الكاك. كي يقول كثر الكلام كتضحك وحق الله العظيم. على أيين؟ تفضل كمل. العام الأخر شحال الميزانية؟ فاش غادرتي؟ طلعت شي شوية لا؟ العام الأخر 12 مليون درهم. لا مليار. تقريبا ضعفات على جوج، ضعفات على جوج. لا ولكن الميزانيه راه تنكملوها حنا من جيبنا، راه من الاخوان. اي انا كنت غنتعدى على البودجي جلوبال. اسيدي هما راه كان 600 ديال الجامعه و600 ديال المجلس البلدي و140 و140 و200 120 في 120 هي شحال؟ هي مليار و مليار و440 مليون. دو فوا جاهم، دو فوا هذيك كانت خاصها تجي البوعناني ديال لا فورماسيون، جاتهم معطله، جاتهم هما في 2014 2015. دونك هي و150 راه وصلوا شي 18 مليون درهم بالحساب، نعطي لك بالحساب، راه 18 مليون درهم باقي ما حطوه، ما هزوا ما والو، عندهم 18 مليون درهم هما. وشنو الفرق بين 500 مليون درهم؟ ها سي حكيم، دابا كاين واحد الموجه تاع الضوء عند بعض الفرق، واش باقي بصح كاين رؤساء تيعطيو من مالهم الخاص للفرق؟ يعني هاكا يعطيو هاكا لا سبيل الله. ميسي اوبليجي دابا باريس سان جيرمان، كون ما جات قطر عطات هاد الفلوس غتكون باريس سان جيرمان. سي اوبليجي مشكرة، غا مشكرة بعقلانية ماشي مشكرة ما كاينش ونبدا نخربقو. سي اوبليجي دابا الرجاء خاصها شي مستثمر كبير اللي غيحط واحد 100 مليار ولا 20 ولا 50 مليار ولا يحط 20 مليار في العام. الوداد لا ميم شوز، خاص دي زانفستيسور، لي زانفستيسور هو مشكرة، راه هو مشكرة. شكر بوحدة كافية؟
شكرا بوحدة كافية لا تجيب الناس في المستوى اللي تسيروا راه خصو دي كونيسور ديال الدومين بيان الناس في المستوى اللي تسيروا ولكن راه كيدير المصيبه هي عنده شكاره ويدير اللي بغى الا عنده شكاره ويدير اللي بغى راه مصيبه لا لا ما عنده ما يدير اللي بغى لا دار اللي بغى راه حصل مصيبه كحله اش غيدير اللي بغى ما تخلي من الوقت ما يخليش بحال قنيطره بحال قنيطره بحال الدار البيضاء بحال فاس عندهم الجمهور يحمقوك بحال طنجه الجمهور يحمقك ما يخليش دير اللي بغيتي هو باغي النتيجه دابا السي حكيم نهضروا بالواقع وقلتها ودرت واحد الحلقه خاصه عليهم الكاك عنده واحد الجمهور استثنائي من افضل جماهير كره القدم على الصعيد الوطني يمكن جمهور بمستويات كبيره اعطى شي حوايج مدرجات ماشي عاديه زعما جمهور من المستوى العالي جدا تاريخيا وهذا الجمهور الان هي تاريخي طبيعه كنتحدث على الجمهور حاليا الكاك القوه الكبير ديال الجمهور وحرام هذا الجمهور الحالي اللي كاين دابا صح لا بوزو كل جماهير القنيطريه تشوف هذا الفريق الان بهذا الوضع اللي ما تيشرفش يمكن الفرقه ما طاحت بقى بدوزين فيزيون ما كاكرا ما كانت مع الاربعه ولا خمسه الاوائل في الدوري المغربي كره القدم على اعلى مستوى دابا الان انت كرجل بهذه التجربه وبهذه الكاريزما شنو خص الكاك ولو انت بعيد هذا السي شنو خص الكاك الان باش تنوض من هذه الغيبوبه هذه مثلا سي 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 عبد الحق متى تهضر على خريبكا عندها امباغا تتهضر على ركوز عندها امباغا تتهضر على جديده عندها امباغا تتهضر على بنجري عندها امباغا تتهضر على اسفي عندها امباغا تتهضر على الفتح عندها امباغا تتهضر على الجيش عندها امباغا تتهضر من غير كاكشناندا ها اش عندها وكاكشناندا عينيه باش تبكي عندها العينين باش تبكي الله يجعل لي كثر الجهم وحق الله يلا كان زعما شي يدمي القلب قسما بالله لا حنا عطونا مؤسف جدا حنا عطونا باغا الكاك الاحتضان ما خداتوش الثمانينات ما خداش احتضان طب ديال القوه ديال الكاك بالحق راه دابا باقي الباغيناج هذو اللي سميتهم لك راه باقا دابا مباريني دابا باريني اصاحبي اي بطبيعه الحال لا كنتكلم على الكاك دائما الاستثناء هو الكاك لي دو لي دو لي دو بلو بيل زيكيب هما اللي ما عندهمش باغا الرجاء والوداد les deux les deux titans du football africain chi l'akhor ou le match ta yakhass un parrain ta tstahel un parrain hna farqa kbira tarikhia ma naqchouch hadchi kayen chi hwayej khassom yitbdlou fi lqawanin anzima w hna ghadi nsayrou fihom ma sid rais w ghanaqchou bach nhassnou mardoudiya dial lbotola l'ihtirafiya khass bzaf hwayej yitbdlou walakin ghanmchou bmarahil lkak khass tetba هاد الناس ما قادينش يتبعوا هاد الناس ما قادينش يجتهدوا هاد الناس ما فاهمينش راه باغيين الكاك راه باغيين النتيجه ولكن ما عارفينش منين يبداوها منين يساليوها خريطه الطريق ما عارفينهاش وما ما رسموهاش انا رسمها ونغلط ونقادها رسمها نغلط ونقادها تتمشي لا ديستيناسيون ديالك ما مرسوماش باش تمشي معاها ما مرسوماش ما عارفينش اش باغيين وتبدا الموسم تيقولك غنبقى الباقه واش الكاك في الدوزيام ديفيزيون تبدا تهضر على الباقه راه حرام راه ممنوع في الكلام ديال اي مسؤول في قنيطره في النادي القنيطري يقول غنلعب على الباقه ممنوع فمك ممنوع 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 كرواروج سي حكيم الا قلت لك في 8 سنين هذا رقم الا قلت لك في 8 سنين الكاك جاب تقريبا 160 لاعب 160 لاعب مزيان الا قسمنا 20 لاعب في العام لا ماشي هذا وتقريبا 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 80% من هذا الرقم مشاو للليتيج لا 90% مشاو للليتيج هذاك الليتيج تقل الكاك تقل غرق هبط اللحظة هبط لتحت هذا القرار وحتى السمعة لا بلاتي غرق الفرقة وحتى السمعة ملي كيكثروا لي الليتيج نزاعات مع اللاعبين حتى القيمة ديال الفريق تتنزل شوية حتى اللاعب ما كيبقاش يثيق ولا غادي يجيو يلعبوا فرقة ما كيبقاش يثيق دابا هذا اللاعب اللي غاتجي عندك الميزانيه انت باش تجيب لعاب ديال 100 مليون ولا 150 مليون ما عندكش دونك غتجيب هذاك ديال 20 30 40 اشنو هي الكاتيجوري ديال شنو التصنيف ديالو في البطوله المغربيه باش يلعب في الكاك والثاني تنعطيك الكاك تنعطيك من احسن الفرق في المغرب دونك انت تجي لهذاك التصنيف وتختار ليا ما هو الحد الادنى في التصنيف وتتحطيه للكاك دابا هاد 160 تيدان على الهضره اللي قلتيها السي عبد الحق ما هي القيمة المضافة ديال هاد 160 انتداب وشكون اللي خاصو يتحاسب عليها عطيونا غير القيمة المضافة وشكون اللي مسؤول على هاد الفضيحة
كاين فضيحه اخرى بكل صدق. كاين لاعب مدرب جاوب زعما صراحه الكاك عبر التاريخ انا اللي عقلت دازو مدربين كبار نبدا لكي من المرحوم بشعب الغالمي وبوجمعه بن خريف واللوزاني وحتى مولي الجعوان ابن الدار وبيكري احمد الصغيري المدرب اوسكار فيغاس اوسكار فيلو نهضروا عليه من بعد. ولكن بكل صدق في هذه السنوات الاخيره جاو مدربين بعاد على طموحات نادي قطري وما عندهمش الكاريزما باش يشدوا نادي قطري. كيقولك لبس لبس قد المقام ديالك غتلبس قد المقاس ديالك ما تلبسش كرام منك لبس قد المقاس ديالك. دابا غنعاود لك واحد النكته غتضحكك السي بحق. انا ملي كان مع عزيز كركاش تيحاربوه شتي نهار مشيت جلسوا معاه قال لك خاصك تعاون معنا وتبقى في الكاك قال لي ماني لا انا تنعرف دومو راجل خدم معايا راجل دافع عليا ملي كنتو تتعايروني انا ملي عايرتوني ما نخدمش معاكم. واش مشاو عند الناس اللي كانوا معايا في المكتب قالوا ما جيو تخدموا معانا مشاو مول المدينه تيقول خويا حيد خوك من الرئاسه ونعطيك الكاك نتعاون معاك على الكاك. لهالدرجه حكيم دومو شبح مخيف حكيم دومو راجل متواضع حكيم دومو لا كنقول شبح يعني بالمعنى الايجابي غا سبب عبد الله حكيم دومو غازاوي وخا نعرف نخوي اللي في جيبي ومشي الناس رقود وهذاك مشى فرحان انا فرحان ما عنديش مشكل واش هذاك نيته حسنه ولا خايبه الوقت اللي غايبينها ولكن غلط بيسو غلط في شي ناس غلط في شي ناس اختاريتهم وغلط في شي حوايج درتهم ولكن اكيد حتى واحد ما كامل كمال لله سبحانه وتعالى كمال لله ما عمري غلط باش دريت الكاك ما دريتش الكاك ما اديتش الكاك ما عزمش الكاك ما وصلتهاش للحضيض هادشي كله هذا خير من عند الله مات با وخلى الكاك بروميير ديفيزيون واخا حاربوني في الكاك وزاو حاربوني في المرسى وحاربوني في عرب كولا وحاربوني في مصالحي الخاصه من بعد ما الكاك هما خايف ماشي الكاك اللي كانت خلعهم الشعبيه ديالي خلعهم غنمشي معاهم السياسه ولكن انا ما باغي لا سياسه لا والو انا تنبغي كره القدم راه باقي حاربوني من بعد سي عبدالحق من بعد كره القدم خلصت الجزء ثقيل علاش اي انت عشرتي مدربين كوتر كثير كنظن واحد الرجل هو اجنبي عطى الكره القدم المغربيه خصوصا الرجل الوداد كما فلاسيكا دي جون فرق كبيره مسار افريقي ونظن لي ما استفدناش منه مع الاسف كاداره تقنيه وطنيه كنكسر هادشي باش نرجعوا للكاك باش ما نبقاوش في نفس المشاكل هو المرحوم اوسكار فولون شنو ممكن تقول لهذا المدرب هذا؟ شوف اخويا بسيكولوجيكمون سيت ان مونستر تكتيكمون كان عندي الجعواني سيت ان مونستر صافي تنتفاهم مع الجعواني هو يعني كاين كاين لا كومبليمونتاريتي بيناتهم كومبليمونتاريتي الجعواني خدم منير خدم عبيد نشرت الحناكتي خدم حاربونا باش ما ننجحوش بوالا لي ما باغيناش ننجحو ما باغيش الكاك اوسكار في الجانب النفسي اوسكار جانب النفسي مسخور يهضر مع اللعاب وخا يكون زرق يولي يلعب كره خويا عبد الحق راه يهضر معايا واش لي فودني ما عطاش يقول لي اللعاب تيتبدل يجي لاميطون تيقول لي تعنقوا تدخل لعاب اخر كي داير لي انا سافرت مع وسافرت مع بعض اللقاءات ولكن الجعواني الصندادي كوم سوانيور مراد شليخ كوم دكتور عمر بوهوش كوم كيني صالح كيني كنا فرقه كنا عائله تشكيله واعره هذه التشكيله واعره طاليل كما كاين دابا في ميني فوت في المنتخب الوطني تشكيله كلها قناطريه في ميني فوت بيكري كانت فرقه تذبح ما كاينش الرحمه تندخلوا تنقول هذا تلعب امتى تدخل لك لابتيت انفيرموري فيها لي بوا فيها هذاك فين تتكاو في كذا امتى كانوا حط طابلو فيه طابلو كبير فيه التصويره ديال اللعاب تقول هذا امتى تضرب امتى غيرجع الا ما رجع في هذاك التاريخ الصداع الغوات يرجع تدخل فيستير بالونات تونيات صبابط اللي بغيتي الحديد بغيتي كرامبو كاواتشو وبقاو لاعبين 50 وما لاعبين بهذاك الشيء اللي خليت سي حكيم فيما مضى انت كتعرف هادشي مزيان قنطره كان فيها فضاءات ديال يعني مساحات فارغه يلعبوا فيها الناس كره القدم ولعبنا فيها بعد ما نضافت منها ملعب القاب دار الشباب الحالي ورسالها
درش ملعب احمد الصويري الان صابته جمال الملك المغربي كره القدم العلاوي انا راه بالك فضاءات الان 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 دابا ملعب الصفايا واحد مجموعه ملاعب الان كبنيه تحتيه كيفاش نكرجعوا اجيال ديال كره القدم والبنيه التحتيه يمكن نقول ضعيفه جدا الا ما قلنا هذه اذا استثنيت الملعب الملعب البلدي الان بس فقط حله جميله جدا وحتى الملعب نكمل السي حكيم نكمل الملعب الان كما بيكون الحال اضافه للمدينه هو في منتصف الاشغال كنشوف ان ما كاينش ملاعب ملحقه دي تيرا انكس ما كاينينش يعني الفرقه الكاك ما كاينش ملعب بلدي هذا مؤكد في غير تمرنوا هاد الشباب المينيم والكادي والجنيور ونديروا اكاديميه والمركز الرياضي للفريق ما بهذا الفراغ الكبير والمهول في الانفراستركتور ما يمكنش كره القدم تقلع كره الرياضه كامله في قنيطره ولكن خصوصا كره القدم حطيت لهم الاكاديمي حطيت لهم الاكاديمي حطيت البلديه حطيت المجلس البلدي عندي ورقه تقول لنا حنا كبلديه ما عندنا ارض ما نعطيو كثري ثانيها بالمقيسيه بالله مقيسيه سالي ورقه ما عندنا ارض ملي مشيت انا والاراضيات يتفرقوا ملي كنت انا رئيس ديال الكاك الملعب البلدي عطاه لكل شيء يلعب فيه اللي بغى يلعب فيه يلعب فيه مره وعطاه الفرقه حنا جايين ترينيو الحصه التدريب ديالنا ما قالوناش راه عطاو الفرقه اخرى غتدرب قبل منا راه داروا كل شيء باش حاربوني كل شيء الوسائل باش يذبحوني كل شيء واحد ما ولا حصار هذا أضرب ولا حصار؟ أنا أكثر من حصار هذا أكثر من حصار أنت في التدريب وتعيروك الجمهور أنت رابح جاي من خريب قد قدقوك وعهرسوا لك الكار ورابح 18 عام ما ربحتيش في خريب قد ربحتي خريب قد في خريب قد وربحتي خريب قد وجيتي وهرسوا لك في ستاسيون وتضربوا مع كركاش وتضربوا وشنو هذا وش هذه حياة ولا لا ولكن سي حكيم أنا شكون واضحين مع مرور السنوات انفضحت مجموعة من الأمور وبانت الحقيقة دات بالحقيقة والجمهور بيعرف كانت واحد دارت واحد الظروف يعني معينه ولكن التاريخ غادي يكشف بزاف ديال الحوايج وتاكد مازلت عندي الان تدوينات كثيره الكثير منها ما عنديش ارقام باش ما نبالغش ما بين 60 70 حتى 80% من هاد التدوينات اللي عندي الان كلها حتى اللي ما غيطالبش بعوده حكيم تقول انه هو خلا واحد الفرقه في المستوى هذه معطيات راه الناس ما يمكنش تكذب الناس راه متتبعين متيمين بحكم القدر الكاتب الان قلنا حكيم ولا يمكن يرجع كنترقبوا العوده ديالو ان شاء الله في يوم من الايام لفريقنا القطري ولما لا في اقرب وقت ممكن نواصل معك ندخلوا شويه للعصبه حكيم مشاكل بالجمله في عصبه الغرب بقيتي مصر لان تم مسائل فيها مشروعيه فيها جانب قانوني قانون لا بطبيعه الحال لما تكون في عصبه رئيس عصبه وبعيد على النادي القنيطري واش هذا ما كيحبطكش نفسيا ما كاينش احباط نفسي انت رئيس عصبه وفي نفس الوقت بعيد على سير الفريق الاول في المنطقه اللي هو فريق النادي القنيطري لا والله ما نتقلق وكانوا ناجحين والله تنفرح والله تنعاون والله تنفرح انا ما باغيش نمشي باسكو الا مشيت للتيران غيقول لك واجي يدير لنا الضغط واجي يدير لنا الصوت شو السي حكيم الصوت لا دابا هو كوك انا ما عنديش مشكل كون غنجحوا ما عنديش مشكل ما عندي لاش نهضر خاصني نسكت ونكبر بهم وراه فرقتي الكاك يا بهم يا بابليهم تبقى فرقتي الكاك هما ناجحين خاصني نشكرهم نقول الله يخلف عليكم راه مزيان هادشي تديروا ولكن ملي تشوف هادشي تبقى فيك الحال علاش انت كنتي غادي في واحد الطريق ديال النجاح ديال ولاد البلاد اللي غيهزوا الاعلام ديال الكاك مره اخرى في البطوله المغربيه وافريقيا والله حتى كانت غاده في هذاك الطريق والله تنحلف بالله حتى كانت غاده في هذيك الطريق الصحيح كنا غادي في الطريق الصحيح كان عندنا الفئات بالدوبل شتي كان الفرقي في المغرب عندهم كان عندهم 4 6 فئات كان عندنا 18 فئه 18 18 فئه كان تريبل في الكاتيجوري في الكاك تريبل ماشي الدوبل تريبل وحق الله تريت على المرحوم الصغير تريبل طبيعة الحال والبي احمد الصغير تقدر تطلع من السيل بي وتقدر تطلع من السيل ا وتقدر تهبط من ال سي كان عندنا تريب وحق الله وكنا عايشين بهذاك الشيء قليل ولكن كل شيء كان عايش وكل شيء مخلص وكل شيء ضاحك ودابا الله يحضر السلامه وما بقى لا راس لا رجلين اليوم انا كرئيس عصبه انا كرئيس عصبه تهزوا الكتوبه ديال عصبه الغرب وتعطيهم الفيفا والكاف تيقول لهم هذا هو كيفاش تنخدموا في المغرب
وتيتبهدوا التوانسة والمصريين تيكون تخدموا قال لي ها قال لهم جيو عندنا الرباط ونديكم تشوفوهم حيين بطولة ديال 10 سنين اقل من 10 سنين 8 سنين 9 سنين تلعبوا 30 دورة بطولة ديال 12 عام 30 دورة بطولة اقل من 14 عام 30 دورة هادو ليكسيلونس عاد تلعبوا اون زون عاد تلعبوا اون زون تتلعب 16 دورة 20 دورة 25 دورة حتى نديروا المنتخب ديال العصاب العصبه ديالنا المنتخب ديال العصبه ديالنا لا ذكور لا اناث قويين لا تنزقلو تنزقلو واحد السن في الكره النسويه وتنجيو الثانيين ولا الثالثين خدامين حنا الكره المغربيه وهذا الشيء اللي تنخدموا حنا في العصبه لما تنخدموا تنخدموا للجيش الكاك الفتح للاستاد ماروكان الخميسات لايسيس سيدي قاسم هذه الخدمه اللي تنديروا حنا في الفئات الصغرى مصلحه الانديه ديالنا ولكن متى تشوف حكم نعم سيدي سي حكم لي لما من وسط الغرب رجعتي مؤخرا للجامعه ماذا شنو ضاف لك انتماء الجامعه الملكي المغربي لكره القدم من جديد شنو ضاف لحكيم دوموكا ك نقولها بكل كشخصيه رياضيه مرموقه في عالم كره القدم المغربي وا بتات رجعتني الكفاءه ديالي نتمنى بان الكفاءه ديالي رجعتني للكره المغربيه والفهم اكيد راه ما كاينش مجامله باش طبيعه الحال ما كاينش مجامله في هذا الملف الكفاءه ديالي الناس ما كانوش يتهضروا علاش انا هضرتي قاصح هي اللي ما كانوش يتنتظروها وبزاف ديال الناس تبهضوا في مدينه قنيطره ولكن تبقى قنيطري مني منكم وهاد هاد هاد الشيء اللي رجعت للجامعه الملكيه راه تنقسموا معاكم وكرئيس جهوي كره القدم حتى هو تنقسموا معاكم قنيطرين وقنيطريات الا نجح اي قنيطري في العالم راه تيقسموا مع المغاربه كلهم ولكن خاصه تنقسموا مع القنيطرين والقنيطريات حنا فخورين نكونوا تنتميو لمدينه قنيطره سي حكيم انت قبل ما تلتحق بيا في هذا البث قدمتك للجمهور وقلت بان من نقاط ضعف انا كنعتبرها نقاط ضعف يمكن تجاوبني بشكل اخر قلت من نقاط ضعف حكيم دومو انه كتغلب عليه الطيبوبه ديالو ديك لابونتي ديالو كتغلب عليه وكتخليه يقول ويتحدث بباريه هي بدون مركب نقص يمكن خصومك كيستغلوا الطيبوبه ديالك وكيصبحوا كيكونوا لاسباب معينه يمكن بعض الانتهازيين كيتقربوا منك وكياخذوك الطيبوبه ويردوها كسلاح مضاد عليك شنو كنت تقول واش كتشاطرني في الراي ولا لا لا الطيبوبه ما غنتبدلش انا دابا 55 ولا ما في 54 عام ما غنتبدلش الطيبوبه غتبقى ولكن هي راه اخلاق علاش لك تنقول كلمه مزيانه نقول كلمه خايبه لا وتنتقلق راه عندي واحد التقليقه تجي مره مره ولكن ما بقاتش دابا ما بقاش الانسان فيها ما بقاش بحال هادي شحال كبرنا شي شويه وليداتنا ضعفونا دابا وليداتنا انت ولي عندك وليدات تضعف راك عارف هاد القضيه السي عبد الحق راه عندك تخاف عليهم بنتاتك انت راه عندك بنتاتك متى تكون بوحدك راه تزعم ودير شي حوايج بلا ما تفكر دابا تدير الاولاد كيخليوك ترجع للور شويه فوالا كل خطوه تديرها راه تتفكر هذيك الطيبوبه انا مخلوق هكاك با مخلوق هكاك ما غتبدلها ليناش خويا لا خويا عنده الطيبوبه ولكن محدوده انا لا انا ما خليل. باقي ما عنديش هذاك الميزان هذاك المعيار هذا يستاهل هذا ما يستاهلش ما واحد ما تنعرفش ندير ما تعرفش نفرق هذا يستاهل هذا ما يستاهل ما تنقول خليه ربي يخلصو نيتو تخلصو حكيم ملي وقع ملي وقع هذا الابعاد والضغط اللي وقع ليك ويمكن بعض الاصدقاء كثير تعتبر اصدقاء بعدوا ولا خو بيك واش حاكم ديالي 10 سنين وحاكم ديال دابا فاش خلاتك لاد امر وقعت لك واش خلات تغير واحد المجموعه من المفاهيم حياتك ملي كنت في الانجليز كانت عندي واحد الايديولوجي واحد العقليه مخالفه ايه انا ملكي تنبغي بلادي تنبغي نحمي بلادي تنموت على بلادي بيان سور ولكن جيت بواحد الايديولوجي اللي ما لقيتش في المغاربه دونك خاصة بيان سور درت كل شيء لحساب دابا وليت نعرف بنادم جاي نعرفو وليت بحال تقريبا بحال شوافه بنادم جاي نعرف واش باغي علاش وكيفاش وليت نتسائل شي سؤالات علموني شي اشخاص بحال حاج زروال بحال ماسي المغودي سي ناس اللي عندهم واحد الخبره استفدت منها وبزاف الناس راه كاين بزاف منك انت عبد الحاق ملي تهضر معايا وتنستافد راه بعض الخطرات تنتشادوا في الهضره ولكن ملي تمشي تنقول هادي عنده خصها ليك طبيعة الحال هادي ما عندوش حق فيها عبد الحق وهادي من بعد تنعاود نعيط لك تنقول عبد الحق خويا هادي ما عندوش حق وهادي عندك الحق
هو كي راه مختلف طبيعة الحال مختلف بيان سير، ولكن انا اختلاف انا تنقبل نقول عند غلط وتنعتذر، الناس ما تقبلوش يقولوا غلطوا واعتذروا، انا نقدر نقول اعتذر الاعتراف بالخطا فضيله، تنعتذر انا نقدر نقول اعتذر بحال ديك النهار واحد الكلمه ما عجبتش سينورتي اعتذرت لي عما اعتذرت لك، الا كانت هذيك الكلمه ضراتك تنعتذر لك، ما كنتش خاصني نقولها، تنعتذر انا اللي تناقش هي هذا الوقت الحرج اللي تتسير فيه انت والمتطهور اللي تتسير فيه الكاكره ما تسير ما والو، ولكن الكلمه الاخرى راه اعتذرت لي بزاف المرات، اعتذرت تبقى الاحترام متبادل، تبقى الاحترام خاصني نحترم النقاش كيفاش وعلاش الكاك حاجه اخرى، ملي غيخرج من الكاك راه تيبقى خويا وحبيبي، ناجح في الكاك غنهزو في العماريه، ما عنديش مشكل معاه باش نكونوا موضوعيين. رجعوا الانصاف التاريخ، ذكرت لك الحاج محمد دومو وتحدثت عليه باسهاب كواليد الله يرحمه وجميع المسلمين، نذكروا بغيت نعاود لكم وحده ديال الاول، تفضل. لعب لاطاك ضد لا ديفونس، كان عمر النحاس والزاكي كاع هذاك الجيل اللي مر بوساتي ومعاهم باقي بوساتي وما وبا جالس حدا الشبكه ولاطاك تتلعب وتتزقل وما خلاوهمش لي ديفونسور يماركيو ويحبس الماتش، كانوا محبسوا شوف الوالد اش غايقول لهم، واش نتوما بغيتو تدخلوا للشبكه بالون ولا براكه؟ ما قدرتش ماركيو واش بالون ترمز زعما الكره ما تخرجش عطى الحاج ندير براكه، وكان ترى شي دخول كاين واش نتوما ما قدرتوش تفاتكم واش غتدخلوا براكه للشبكه ولا شو لا مستملحات كيديرها شو لا مستملحات هذه كتذكرني بعض المستملحة اخرى، ما غنجبدش المدرب واللعيبه باش نضحكوا الجمهور شويه، واحد اللاعب معروف جا لواحد الفريق واحد المدرب الله يرحمه ويسع عليه في هذا النهار، انا ضربت مستملحات بالايحاءات باش نخليو الامور، هذاك اللاعب شويه في فان كارير وتيقول له لاعب فويلي لاعب جناح مزور، تيدور عند المدرب تقول له طلع وحط مع لادفيرتان تشيل في الكره مع لاريير غوش ديال لادفيرتان، تيقول له واخا المدرب، كيجري شويه المدرب تيدور شي ضربه على الجوه تيلقى واقف تيقفلو كتلقى اللاعب واقف قهرو بديك وعجري في الكولوار، واحد اللحظه اللاعب تقهر وقال له اخويا بقيتي طلع 13 دولار النهار الاول جا عند الوالد على شي بريم ولا شي فلوس ولا شي حاجه باغي يطلبوا على شي حاجه ما نعرف، مصطفى الحواد الوي الوي ويقول لي الوالد اش جاي دير عندي ما تجيش عندي البيرو ديالي سيدي ما تصدعنيش وبعد مني، قال لي صافي هذا البيرو ديالك ياك، ونطلقوا في البيرو ديالي زعما التيران التيران كيدير لي غرفتي كان لاعب كبير، ونطلقوا في البيرو ان غران جوار ان غران جوار صافي الحوات ان غران جوار، رجل واحد رجل واحد الشخص بوشعيب حمص الغلمي حمص الله يرحمه مسكين الله كي يدير بشعر كيكبر الشعر الله يرحمه مسكين تيجي من انجلترا لا كان تيلعب في الكاغو مسكين الله اي لعب عاد مشى للانجليزي ويقول لي بوا قطع شعرك تبقى تابعو شي سيمانه وتيقول لي قطع شعرك، كاين السي محمد بغيت غير تسولك واش انت رئيس دوله ولا رئيس فرقه تابعني قطع شعرك مسكين الله يرحمه السالي في هذا النهار على ايد رجل واحد الشخصيه رياضيه كبيره مرات كنا ترى وشتينا على فترات المرحوم السي احمد الصويري المدرب اللي بالفطره ما تخرج له من هيزل ولا من تخرج من الطبيعه الله ما سال صنعته وقلت ما المدرب غيتكررش، انا تمرنت عنده في مينيم كادي ما يتكررش شكلي ما فقد المدرب هذا الرجل مرجعي في النادي جيت غاكونتيني ستوغ نكته عاوتاني ديال السي احمد هادي السي احمد كانتي نهار الماتش قالها لي الوالد الله يرحمه نهار الماتش تيشد لا في دو ماتش ويخبيها وخاص تيران كله يقلب على السي احمد باش يولي تري 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 زامبورتون لور دي ماتش تيقولوا فين واش السي احمد كان داهي فين وين ولكن راه كان تري 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 الله يرحمه مسكين السي علي مدرب كبير كان جارنا وكبرنا معاه الله يرحمه السي علي دار لو جو دو تيت كل شيء لو سبيسيفيك هو لو سبيسيفيك هادشي اللي تيديروه دابا لا سيونس اكتويل هو كان تيديرو في وقته في جوج تيرانات الاحمر هادوك جوج تيرانات الاحمر كون خلاوهم غا هادوك جوج تيرانات كون خلاوهم التيران الاحمر خرجوا العجب كون خرج العجب من الكاك لكن الغالب الله وهذيك هذيك 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 ليكول ديال الصويري كانت خاصها تدرس في المدارس الكرويه المغربيه تدرس سبق وقتها واحد 50 عام هو مش غير اللي سبق وقتهم واحد 50 عام
في الحقوق سم 50 عام بحال الوليد بحال الغالمي بحال كمسيرة صحة كيف خطم الآن رجعوا كرة قدم مغربية الآن شوية نوسعوا النقاش كرة قدم مغربية نضم أشياء عديدة تحسنت في الممارسة كبنية تحتية كعطاء واش نتائج كرة قدم مغربية واش الآن يمكن نقول كرة قدم مغربية كتطور ولا باقي في مكانها كأداء باش نآمنوا بالكرة باش نآمنوا بالكرة المغربية هي القاعدة السي عبد الحق إلا ما كانش القاعدة هادشي تيتلعب 32 الفوق ما عمرنا غنغنيوها بلا قاعدة كبيرة القاعدة إلا كبرات السي عبد الحق إلا كبرات القاعدة السي عبد الحق غتكبر الكرة المغربية باسكو دابا تلقى اللعاب 35 36 33 هو اللي هز الفرق الكبار واللي تيبدعوا ما تلقاش قليل تلقى عنده 18 تيبدع في بريمير ديفيزيون برو قليل دونك اي بي لي بودجي باقي صغار لي بودجي ديال الكره باقي صغار بزاف انت نهضروا على الراجا تنقولوا بين 6 مليار و 10 مليار الراجا خاصها تدور في 50 ولا 30 مليار في العام الوداد كذلك هادو مرجيح كاين الفرق اللي ما عندهم حتى الجمهور و بروميير ديفيزيون خاص يتراجع هادشي تكون كل الفرجه راه هي الجمهور السي عبد الحق خاصهم الناس يجيبوا الناس خاصهم يجيبوا الجمهور اي بي الفوتبول سي دي بيزنس السي عبد الحق الفوتبول سي دي بيزنس بيان سير نقترب والحديث معك جميل جدا تذاكر رياضيه وموسوعه رياضيه نتبادلنا اطراف حديث كنت مطلب ديال الجمهور الرياضي الا كان شي كلمه يمكن عندك شي توجيه عندك شي كلمه تقول للجمهور ديالنا اللي قناطري داخل قناطره وخارج قناطره وخارج ارض الوطن هي فرقتكم سندواكي عندك محبين عندك محبين كثار كثر بالكثار كثار كثار هذا واقع عندك الاداء طبيعه الحال انسان ما كاين اداء النجاح ولكن صراحه هاد للامانه هاد الشيء اللي كنشوف الان اللي كنشوف الان كتدوينات على عين احنا انا كنت صادف السي الحلوي نور الدين كرئيس ولا ما كنصادفك انت كرئيس سابق احنا المصلحه ديالنا من هاد اللايفات حتى مع باقي الفرق هذا هو هدفي انا كمعلق رياضي وكصحافي رياضي ديال 29 سنه يكون تلاحم ديال المجهودات ما بين كل الكفاءات الفقره محتاجه لكل الكفاءات القنيطريه غير كل واحد يتحط في الزاويه والخانه اللي يمكن يعطيها الاضافه ان شاء الله يكون خير دابا في الثمانية هاد المباراة شنو إذا بغيت تقول الجمهور؟ الجمهور خاصو يبقى يمشي للتيران ماشي جمهور تنقول لكم انتم محبين اللي قادر يشري توني وكاشكول ديال الكاك يشري توني وكاشكول ديال الكاك باش يعاون الكاك المارشندايزين خاصو تتعاونوا الكاك ما تتعاونوش حاكم دومو ولا الحلوي لا ما فاشل راه فاشل لراسو ناجح راه ناجح لراسو المحبين خاصهم يرجعوا للملعب ويشجعوا فرقتهم كيما كانت النتيجة ما نطيحوش هاد العام الهوات واخا صعيب غيكون صعيب علينا نبقاو في القسم الوطني الثاني ولكن هاد الازمه خلقوها ناس خلقوها تصرفات غير اخلاقيه خلقوها الكذب خلقوها الاموال اللي صرفوها وما عندناش خلقوها النزاعات خلقوها الناس اللي ما فاهمينش كيفاش الكره تعيش وكيفاش تخدم وكيفاش تتربح النادي اللي تتحب انا اليوم تنقول سي الحلوي حرام عليك درتي كتفوت كاك فوتبول في سميتك الخاصه تيتولير اللوغو هي راه درتيه في سميتك الجمعيه ولكن كاك فوتبول درتيه في سميتك الخاصه دعيناك الله انا تندعيك الله على هادي دعيتك الله انت ما تسوى با ما تسوى مكينسي ما تسوى بوعزاوي ما تسوى السباعي ما تسوى العكروشي ما تسوى الصبار ما تسواوش ما تسوى البوعناني ما تسواوش هاد الناس حشومه عليك حشومه عليك وحشومه عليك وحشومه عليك انت ماشي قنيطري حر اللي مشيتي درتي كاك فوت سميتك وما درتيش في سميت الجمعيه كاك فوتبول اولمبيك راه كاينه لا بروف انت ما تستاهلش دعيتك الله انا تنقولك دعيتك الله ما عيرتك ما سبيتك تنقولك دعيتك الله انت الكاك كبيره عليك وعليا وعلى الجميع الا كنا غنخدموا مصلحه الكاك نخدموها في جديه مع القنيطريين والقنيطريات ونتحاسبوا ونتعاقبوا اللي خاصنا نتعاقبوا والناس ما تعاقبوش وظلموا ما تعاقبوش وطيحوا الفرقه ما تعاقبوش وكاين 14 ماتش باقي ما عندهاش الرابور فينانسي والباساسيون ما دوزتوهاش بيناتكم الباساسيون من خوك للزعاف ومن الزعاف لبلعيد كرم ومن بلعيد كرم ليك انت 66% ديال الوقت سيرتي الكاك وانت تقول انا جو سوي كونطابل وهذا الفضيحه الماليه وتقول انا جو سوي كونطابل
هذاك الشيء درتي الكاك فوتبول ديال الاولمبيك حرام عليك، راه انا ولا غيري ولا ولدي ولا ولاد ولادنا ولا ولاد الاخوان كلهم الكاك راه ديال الجمعيه ماشي ديالك انت، واخا دير الشركه راه ما عمرك ما غتكون الكاك. سي حكيم الحديث معك كان جميل. في الختام لازم نشكر بعض الفعاليات اللي صراحه اشتغلوا بهدوء وساهموا مالهم الخاص ماشي سلف ساهموا ونسحبوا بهدوء. نذكر منهم مولاي ادريس بن ساسي، علي سهيل، مديوني، واحد مجموعه من الناس يساهموا مالهم ونسحبوا في الوقت بطبيعه في الوقت اللي وعلى الحاج في لي واحد مجموعه من الناس في الوقت اللي مجموعه من الناس انتهازين ينتفعوا من نادي قنيطري. ونذكر سي حكيم واحد وجه قنيطري اخر عدل للامانه مؤخرا ابن المدينه وتشريف قنيطره والنزه قنيطره، واحد من الكوادر الطبيه عبد الرحيم صورات اللي ارتاح باش يقوم بواحد فحوص طبيه بالمجان، واحد من المتيمين بحب نادي قنيطري، تحيه كبيره له من هذا المنبر. هو في خدمه بحال سي عبد الطيب حمامه قدام الاعداد عبد الطيب حمامه والبوحياوي والخليفه وكل من يساهم. نتمنى في ختام هذا البث المباشر عوده الروح نادي قنيطري ويرجعوا القنيطريين اللي كيموتوا على الفرقه وتيبغيو الفرقه ويبعدوا انتهازيين من واحد الفريق، لان الكاك ملك ديال الجميع ماشي ديال شخص معين. نتمنى استضافتكم مناسبه قادمه بحول الله سي حكيم. الى اللقاء. شكرا، السلام عليكم.